خلص يا استاذ انا مش هحضر المعارضه بالكامل يا دكتور. طب مش هحضر لا لما اخلص لما اخلص خلاص حضرتك يخلص عليك الموضوع ده ما حلتوش يا دكتور. حضرتك عايز ولا انت ولا يحيى علاش حلتوا لنا حاجه. اشكرك انت عايز اكمل ولا لا عشان انت عارف يا دكتور ضياء انا عايز اكمل. مش هنقفل طب حضرتك دماغنا في الرمال يا دكتور ضياء اتصورت خلاص. دي جماعه صحفيه محترمه ما حدش يضحك عليها يا دكتور ضياء. احترم الجماعه الصحفيه. انت عايز تزعلني عشان صحفي كله يعرف ها لاعب كمان الحساب ده جزء من احنا جزء يا دكتور ضياء من كشف الحساب بتاع حضرتك. انت في صحفيين المعارضه من الازمه اللي هم بيمروا فيها بقى لها 5 سنين. اللي هم مين؟ صحفيين المعارضه صحف المعارضه بالكامل حته تنظيميه يا جماعه. خلصت يا سارق ماشي تعالى تعالى سيدي يا سيد اسحب الورق بعد المؤتمر. خلصت يا اخ طارق يا عم احنا خلصنا يا دكتور ضياء. احنا يا دكتور ضياء خلصت ولا لسه؟ طيب خلص يا طارق. ما ينفعش يا طارق اسحب يا ايمن اسحب ولا كده يا استاذ طارق. خلاص بقى شكرا يا طارق. شكرا للزميل العزيز على تعبيره يعني الرقيق عن رأيه في هذا المجال. أنا بشكره ولا أتمنى أن تكون كل التعبيرات رقيقة بهذا الشكل. أرجع تاني للي كنت بقوله. إحنا في هذا الدستور لم ننقص فقط الحريات العامة ولكن أيضا ألزمنا الدولة أي دولة بأن تكون الصحف القومية ووسائل الإعلام كلها محايدة وتنقل آراء المصريين جميعا بدون أي انحياز لا لحكومة ولا معارضة لأنها صحف الشعب وليست صحفا لحكومة أو لمعارضة. ده على هذا الأساس الدستوري بدأنا في هذه النقابة عملية هي الأولى من نوعها أيضا في تاريخ الصحافة المصرية وهي أن أبناء الإعلام والصحافة المصريون يقومون بأنفسهم بصياغة كل القوانين المنظمة للمهنة. وشكلنا لجنة أخرى اسمها لجنة 50 تجتمع من شهر أغسطس الماضي لكي تصوغ تشريعات جديدة سوف يتم عرضها على المشرع لإصدارها أي من الصحفيين والإعلاميين مباشرة إلى المشرع. النقطة الثانية هي الأوضاع المالية للنقابة والصحفيين. والحقيقة هناك بها نقاط فرعية كثيرة. أول نقطة ميزانية النقابة وهي موجودة قدام حضراتكم وهتعرض على زملائنا في الجمعية العمومية بتفاصيلها. لكن تلخصها الآتي. لما جينا في 15 مارس 2013 كان هناك عجز في ميزانية النقابة نقدي 4.7 مليون جنيه. النقابة النهاردة فيها فائض نقدي يصل ل 20 مليون جنيه من شهادات استثمار. اثنين مشروع العلاج. مشروع العلاج مشروع يشترك فيه نحو 20,000 زميل وأسرته. 20,000 مستفيد. هذا المشروع ظل يعاني عجز منذ أن بدأ تقريبا عدا فترة قصيرة تم فيه دعم حكومي له. اليوم وبعد سنتين من هذا المجلس مشروع العلاج به فائض هذا العام 1.3 مليون جنيه بالإضافة ل 2 مليون جنيه موجودين على ذمة مشروع العلاج لاستخدامهم في عام 2015. وده أدى لإيه؟ في الممارسة إن مفيش زميل واحد بيرجع من مستشفى أو من دكتور أو من معمل لأن محدش بقى مديننا، إحنا عندنا فلوسنا ونقدر ندفع منها في أي وقت. كمان كان عندنا حالات حرجة المجلس الأعلى للصحافة بيدفع لنا فيها مساهمات. وقفت مساهمة المجلس الأعلى لأسباب محاسبية. فقدرنا نجيب دعم مباشر من وزارة المالية 300,000 جنيه موجودة في النقابة لعلاج الحالات الحرجة العاجلة لزملائنا وأسرنا. المعاشات النقطة اللي بعدها. لما استلمنا شغلنا في مارس 2013
كانت قيمة المعاش المقررة في ميزانية الحكومة 400 جنيه، لكن المجلس السابق أو الزميل النقيب السابق خد قرار بزيادتها ل 800 بدون وضع هذه الزيادة في موازنة الدولة. فجينا من مارس لغاية شهر 7 ودفعنا واستلفنا واستدنا بما فيها من المجلس الأعلى للصحافة، والجوابات موجودة عندنا، كل اللي بقوله أو استنداداته موجودة لمن يريد الاطلاع عليها، عشان نقدر ندفع 800 جنيه لغاية نهاية يونيو. لكن قدرنا بقى من يوليو 2013 نثبت في موازنة الدولة الزيادة اللي هي 800، بحيث تصبح زيادة ثابتة ومستقرة. وجينا في مارس 2014 ورفعنا العلاج من موازنة الدولة إلى 900 جنيه. وجينا من مارس اللي جاي بعد سنة من هذه الزيادة لكي يصل المعاش إلى 1000 جنيه، وهو مبلغ زهيد وقليل بالنسبة لزملائنا وعطائهم واحتياجاتهم، لكن احنا بنقول هذا يعني نوايا تسند الجيش. بدل التدريب والتكنولوجيا، بدل التدريب والتكنولوجيا في مارس 2013 كانت قيمته 760 جنيه، واستلمناها بهذا الحجم بهذا القدر في يوليو 2013 ومع زيادة المعاش، وما كانش على فكرة في انتخابات، كنا يا دوبك لنا 4 شهور خارجين من الانتخابات، رفعنا مع الدولة من 760 إلى 918 بنسبة 21%. ثم جينا في مارس 2014 ورفعنا أكبر زيادة قبل سنة من نهاية مدة هذا المجلس، مارس السنة اللي فاتت، وبرضه ما كانش في انتخابات، لكن كان في حاجة أهم، كان في حكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري في اسكندرية، وكانت النقابة قد تدخلت فيه، فأصبح حكم قضائي نهائي وبات. الحكم بيقول إيه؟ وده اللي بيؤكد إن إحنا إزاء حق أخذناه. بيقول بأنه يكون تقرير ذلك البدل متناسبا وحقا لصيقا لمهنة الصحافة، وليس منحة من الدولة، إن شاءت منحتها تارة وإن رغبت منحتها تارة أخرى، مما يتوجب تقنينه من الدولة بعد أن صار من مستلزمات المهنة. الحكم بيقول إن نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن حقوقهم، وهي التي يقع على عاتقها المسؤولية الوطنية في الزود عن حقوقهم تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا. ده انتهى ان احنا في مارس 2013 قبل سنة من انتخابات اوصلنا البدل.